يسعدني جدا ان اكون مع احد نجوم المجتمع والفن والادب والصحافه والجامعه وكل حاجه. انا في بيت الدكتور سميه سرحان وحرمه الجميله جيهان. دكتور سميه سرحان، اظن انت اكتر بيت شفته في حياتي فيه لوحات جميله اضيفت ليهم اجمل لوحه قويه، اجمل لوحه هي مدام جيهان. يا ريت حضرتك تقدم لي الجميله الجمالات اللي جنب حضرتك دي. زوجتي الثانية جيهان جمال الدين شكري. جيهان جمال، حلوة. أو جمال جيهان. جيهان شكري. ليه ما بتحطيش كلمة جمال دي؟ الفاميلي نيم شكري. أنتوا متجوزين ليكوا قد إيه؟ دلوقتي تقريبا داخلين على شهرين إن شاء الله. داخلين على شهرين إن شاء الله. طب تاتش وود كده، نمسك الشباب. بس بنعرف بعض بقالنا اكتر من 10 سنين. ازاي بقى؟ دي معلومه جديده دي. دكتور سمير كان دكتوري في الجامعه في ادب انجليزي، انا خريجه ادب انجليزي وهو كان دكتوري في الجامعه. استاذي ودكتوري. وكنت من اشد المعجبين بيه وشخصيته كل حاجه. هي دكتور المعلومات دي. لا دي هي بتقول كلام كده بس. هتقول لك ازاي كنت بعمله. كان بيعاملنا بقسوه شديده جدا. ما كنتش اتخيل يوم من الايام انا الدكتور سمير سرحان ده بيعرف يبتسم ابدا. يخش كان جد قوي. داخل مبوز مكتوم. جد جدا. السيجاره طبعا في ايده. بطلنا الحمد لله. سيجاره من سيجاره على طول. سيجاره من سيجاره على بعض وما يتكلمش معنا كتير. والحقيقه يعني الحقيقه اتقال ان الكل كان بيفهم منه كويس جدا، بيشرح بامتياز فظيع، عنده طلاقه فظيعه في الشرح. وكان مش انا من ضمن المعجبين. كان هناك كثير من المعجبين والمعجبات. فعدت السنين وتخرجنا. وقبل ما اتخرج في اخر سنه قلت له دكتور سمير ممكن تساعدني ان انا اشتغل في التلفزيون؟ قال لي كلميني وتعالي وانا اشوف. والحقيقه بقى ما حصلش نصيب. رحت بقى يعني اتجهت تاني للسياحه يعني. وبعد كده مر الايام وبعدين لقيت دكتور مرت الايام غربت وبيت.
اصلحوا لي العربي، انا اسفه لو غلطت في العربي، انا اسفه في كده. مرت الايام وبعدين ما جالكيش في الشغل الجديد؟ هي دي بقى الصدفه عايزه الاساسيه بقى. بلاش فضايح بقى. هو وهي، لا هي وهو، لا هو وهي، هي وهو. اول يوم جالي بعد ما اتخرجت تقريبا بفتره يعني كبيره، طبعا دكتور سمير لا يمكن يفتكر اسماء التلاميذ اللي عنده، دفعه كتير خالص. فهو دخل علي، انا عارفه طبعا دكتور سمير، اهلا يا دكتور ازاي حضرتك وقايمه بقى كده. قال لي اهلا يا جيهان. انا جالي احساس كده بالعظمه، ان انا انسانه ليا مهمه جدا انا كده، مع ان انا يعني كنت شاطره بس يعني مش شاطره يعني من المتفوقين الفظاع يعني، عملت الدكتورات ولا حاجه ان انا يعني اتذكر اسمي. بس في الميموري مشهوره جدا في الكليه بجد؟ قوي بالجمال الشديد والذكاء الشديد الاثنين. فكنت محطوطه في الميموري بقى من غير ما اكلمك ولا مره اكلمك. من امتى المره اللي جالك دي فيها؟ تقريبا من 3 سنين. من 3 سنين؟ وبعدين؟ او سنتين تقريبا، حوالي سنتين. ومرت الايام وبعدين كلمني برضو بالقلاطه الشديده بعد ما سلمت كده، وقعدت اعزمه في قهوه وشاي. لا بس في حته لازم اضيفها. هي عايزه برضو ما تضيف في الوسط. انت نفسك يا جيهان بتشتغل هنا؟ قلت لي انت هنا اسيستنت مانجر تقريبا نائب المدير. قلت له روحي هاتي لي الحساب. ما انا لسه هقول هو بيكلمني بقلاطه شديده، قال لي روح كده، وقعد اعزم في قهوه وشاي على حسابي طبعا. ودكتور وراضي، قلنا معلش. راح قال لي روح اعمل لي كده، حضري لي الحساب. هو قال لي حضري لي الحساب، قلت يعني دكتوري هحترمه وهحضر له الحساب برضو، بس انا عايزه افهمه انا يعني برضو مركزي اعلى سنه يعني من الحكايه دي. ان انت اللي هتمضي. لا ده صحيح، يا وشها حلو عليا قوي. الله اكبر. في كل وقت الصبحيه، في كل وقت انت بتخش الصبح يا سيدي، بطل عليها برضه وبمشي. ياخد البركه. الله اكبر. هو اعظم من هي، هي اتمل من هو. ولاد حضرتك تقبلوا جيهان ازاي؟ انا برضه عايز اوصل الدرس ده للناس. لا هو ابني الموجود حاليا في مصر هو خالد. ابن الأصغر الأكبر موجود في أمريكا بيتعلم سينما. والحقيقة يوم ما عملنا الفرح، هو كان فرح عيد ميلادي في نفس كان الوقت، كان يوم جميل. فجيهان كانت محضرة لي تورتة عيد ميلاد عبارة عن كتاب. الله. وأصرت إصرار شديد جدا إن خالد يكون معايا أنا وهي وإحنا بنقطع التورتة. جميل. وأكلته التورتة بإيديها، وكان لمسة جميلة جدا. خالد يحبها قوي قوي، وشاف فيها كده امان وسكينه وحب شديد. فبمنتهى الامانه انا كمان حابب العلاقه الجميله اللي نشأ بينهم. مدام جيهان وبتقول لك النهارده طبخالك حلت شكسبير بالهاملت. انا فعلا بحب شكسبير جدا، وبالهاملت بتجنن كمان. مدام جيهان انت ليكي اي ميول ادبيه يعني؟ عارفه مثلا اول كتاب شفته، عارفه الكتب اول كتاب شفته في ايدي ميكي جيب. Thank you.
كتاب حياتي يا عين تأليف الأديب حسن الأسمر. لا هقول له تأليف عمرو دياب. ثقافية يعني ممكن تجيب كتاب عن الأيديولوجيات والسيكولوجيات ممكن تقرأ. هي بتفضل انها تعرف فحوى الكتاب مني انا. ملخص. ملخص الكتاب مني انا. انا مش بقرا غير الاهرام والاخبار. طب هي عندها اهتمامات موسيقيه؟ طبعا تحب المزيكا جدا. تحب بتغني في البيت؟ ما تحبش تسمع صوتي، انا بحب اغني. انت بتحب تغني هنا عادي ولا في الحمام كمان؟ لا عادي كده في البيت. وهي ما بتحبش بالليل يعني؟ وهي ما بتغنيش خالص؟ لا في الاول، في اول معرفتنا يعني اول الزواج كانت بتحتمل فكره الغنى بتاعي. وفجأة لقيتها بتشكو منه بالتليفون لأصدقائها يعني. تقول ان هو بيغني وبتاع وان مش داعي الحكاية دي. لا انا زعلانة انه بيغني في البيت عشان صوته يعني مش جميل قوي، يعني متعب شوية، مزعج شوية بصراحة. ايه اللون اللي هي بتحبه قوي؟ لا هي شاطرة جدا في اختيار الوان يعني، ماهرة، عندها حس تشكيلي جميل جدا. لا ايه اللون اللي بالذات هي تحبه؟ هي بتحب الفوشيا وبتحب الازرق وبتحب الابيض. فوشيا والازرق والابيض. انا بحب اللون الاخضر. عندها فكره هي عن اللوحات دي اول ما جت قعدت تسالك ده مين وده مين؟ هي استغربت جدا عن الكم ده من اللوحات يعني، وتصور ان في البيت لازم يكون في كل ركن لوحه او اتنين كفايه يعني. لما تلاقي 20 لوحه على حيطه واحده اتخضت. اتخضت جدا. في لوحه معينه بتعجبها وفي لوحه معينه ما بتعجبهاش؟ انا متصور ان لوحه سيف والي اللي هي المائده دي بتعجبها جدا. سيف والي اللي هو راسم فيها ايه؟ رسم فيها برتقانية وشفشق. طب سيف وقال لي كان ليه اخوات؟ وانا الحقيقة انا اول مرة اشوف له اللوحة هي بتاعتي عند سمير بصراحة. بتصور ايضا ان لوحة كنعان، تعرف كنعان ابو السجارية؟ ايوه اللي هي احمر في ابيض في اسود. دي جميلة ايضا، بتعجبها لوحة الوزير فاروق حسني الموجودة دي. دي جميلة، لوحة من اجمل لوحات اللي هو عملها. طبعا الوزير فاروق حسني طبعا. طب بامانه بقى لوحه فاروق حسني انت خدتها هديه؟ انا طلبتها منه هديه طبعا. اديها لك بسهوله؟ اديها لي بحب شديد. طبعا لوحات الوزير فاروق حسني دلوقتي غاليه جدا يعني. ما انا مش عايز اقول بس عشان الضرايب يعني. تعتبر ثروه. هي السيد معنى اللي فيها اجمل من ثمنها طبعا. اكثر طريق الى قلب جوزك معدته. انا حاسس ان مدام جيهان مالهاش علاقه بالمطبخ خالص. في الحقيقه مش ضروري الزوجه العصريه بقى لها علاقه بالمطبخ، ولا مش مهم قوي يعني، لان ممكن المطبخ ده يتغطى بحد تاني يعني، حد يكون فيه مدير تاني. انت كنت عارف كده قبل ما تتجوزي؟ انا ليه علاقه بالمطبخ كويس. وهي كانت عارفه كده قبل ما؟ عارفه علاقتي بالمطبخ. طبعا. دكتور سمير بيقول انك مالكيش اي علاقه بالمطبخ وما دخلتوش من ساعه ما جيت الشقه. لا دخلت مرتين ثلاثه. ليه؟ اجيب اطباق، اجيب كوبايات. طب ما بيجيلكيش الاحساس المراه انك نفسك الدكتور سمير سرحان تعملي له طبخه مسبكه؟ هو الحقيقه مره انا طبخت، هو قرر لوحده قال لي ارجوكي ما تخشيش المطبخ تاني، ارجوكي وتوسل اليها، لان الحاجه كلها وكانت على الارض وقعت وانا اتغرقت ميه، ويعني كانت في مشكله. وادي النتيجه بدون كلام ولا لا ورا. احنا دايما بنقول ان الكتاب رغيف العقل، مش كده ولا ايه؟ في علاقه بين الطعام وبين الكتاب. هما هن في حوار ضاحك مش تاكيد. طب انت عارفه الدكتور سمير ليه ثلاث كتب؟ عارفاهم او ثلاث مسرحيات الفهم؟ ليه ثلاث مسرحيات؟
لا هي قالت مقهى الحياة كويس. انا قريت مقهى الحياة. يعني احد طب ودي له مسرحية ومسرحيات، هو عايز يمشي صح، ودي له مسرحية ومسرحيات اللي هو عملها. ها؟ ايه رود الفرج رود والقصة دي؟ الفرج. ايوه لا بس انت يا رود الفرج دي لا خليها الزمالك بقى. لا هقول لحضرتك حاجة، هو نسمي مسرحية الزمالك رود الزمالك الفرج ده، مش عجبك كلمة رود الفرج؟ احنا ساكنين فيه. ايه ده هي؟ لا لا انا هقول لك بقى، هي كل اصحابها شيك قوي يعني، يقولوا لها انت ساكنه فين؟ تقول لهم على النيل. طب على النيل فين؟ يعني ساكنين على النيل يعني، ما تقدرش ابدا كلمه رود الفرج دي. روديل، تيجي نقولها بالانجليزي روديل فرانك. لا لا هقول بس بيتكم جميل والفيو اللي انا شايفه الله على يخليك، النيل، انت بتستمتعي بمنظر النيل من هنا؟ انا بعشق حاجه اسمها النيل، ان انا حياتي كلها بحب النيل والبحر، ده بحس بإحساس يعني، ممكن أقعد قدامهم فترة طويلة من الزمن أحس إنهم بيكلموني. طب عايزك تقولي حاجة بأمانة بقى، آه ومش هقول لك الدكتور قال لي إيه، أول ما دخلت الشقة شفت كمية اللوحات الخطيرة، كام ده؟ حوالي 2 4 6 حوالي 25. هنا هنا معرض جميل ونادر لكل الأساليب الفنية. إيه الإحساس اللي جالك بأمانة؟ الإحساس اللي جالي إن أنا كنت عايزة أشيلهم أرميهم. وبقيت قلت يعني ده اذا كان وقف هيوقف عليها الجواز، هنشوف هنحركها ازاي. ده حقيقي شجعت جدا، انت شجاعه هايله. انا الحقيقه وبعد شويه اتخضيت ها؟ لا مش اتخضيت، انا قلت ده جنان بصراحه، ما ايه ده الحيطه كلها، ما فيش حاجه مش متعوده على كده، ايه الحيطه من كلها لوحات بهذه الشكل بهذا الشكل. بعد كده الحقيقه ومش هزار، ان سمير ابتدى خلاني احبه، ابتديت واحدة واحدة ابتديت واحدة تسمعها. واحدة أفهمهم وأحبهم وأبقى ليا نظرة فيهم، لكن برضو غير راضية على الكم الكبير ده لحد دلوقتي. بس دي حاجات نادرة، دي ثروة ما لوحدها. أنا مش قادرة أتكلم في حاجات، أنا هي لازم كانت عايزة أعترف. تبيع واحدة بجد؟ أنا كل ما هيغنى يقول لي بيها يعني الجواز. طب في يعني أنا برضه عايز أوصل معلومة للمشاهدين، إذا ما كانش عندك مانع، إن أنت ليكي تجربة برضه اقتران سابقة. أيوه حسيتي بان الدكتور سمير بيعوضك الخسائر المعنويه انا ما من خسرتش التجربه؟ يعني احنا طبعا، عايزين هي الخسائر المعنويه من الاقتران طبعا السابق. الاساس من الاقتران السابق، معلش هتكلم بقى بصراحه، ايوه ان انا ما كانش في ناحيه عاطفيه خالص في الموضوع، وما كنتش حاسه بامان، ما كنتش حاسه ان في معايا يعني شخص يعتمد عليه معين. مع دكتور سمير أنا بحس بكل الأمان والطمأنينة، مع عاطفة شديدة جدا. أقول له عزيزي الدكتور سمير سرحان، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. عزيزتي جيهان، أنا هويت وانتهيت، وليه بقى لوم العذول؟ Thank you.